سبونسور ديال 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 المؤتمر كنحاولوا نتقربوا من لي ميديسان ديالنا الاطباء اللي كيجيو من مختلف المدن ديال المغرب باش يشوفوا ما جد في هذا العالم ديال طب العيون وخاصه في العدسات اللاصقه وبحال اللي قلت لك في لا سيرفاس اوكولير. وحنا كنحاولوا حتى المنتوجات اللي كنعرضوا تكون اقرب لهذا المجال ويعني كل عام تيكون تطور في فوالا كل عام تيكون تطور في هذا المجال وتطورات كبيره على السلم العالمي وحتى على السلم المغربي. الحمد لله الاطباء العيون في المغرب يعني كيسيروا الركب ديال ما يجرى في العالم وكل عام كيكون تجديد وهذا العام زعما كاين تجديد كبير. وحتى حنا كنعرضوا واحد المنتوج الجديد ديالنا اللي هو كيتعلق بسطح العين يعني المشكل ديال النشوفيه ديال العين اللي كيعانيوا منها كثير 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 من الناس في البلاد ديالنا ولا في العالم كله نتيجه المناخ نتيجه الغوبه نتيجه بزاف المسائل. وحنايا كنعرضوا منتوج جديد اللي كيخول لنا نعبروا هذاك النشوفيه ديال العين ونعرفوا الى اي مدى الحده ديالها وباش الطبيب يمكن له يعطي واحد تريتمون اللي يكون زعما فريمون سبيسيفيك لهذاك المشكل اللي كاين.